دكتور حسين، ممكن تكلمنا عن مضاعفات جراحة الجيوب الأنفية؟ جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار تعتبر من الجراحات الصعبة، هي جراحة بسيطة بالنسبة للناس المدربين جيدا على جراحة، لأن احنا عشان نوصل ان احنا نشتغل بمناظير الجيوب الأنفية لازم بيمر بطريق طويل من النولج من الدراسة، بالإضافة إلى البراكتس إن هو يتعلم كويس على يشتغل في workshops، في courses زي الكورسات الموجودة في فرين ويجب، وبعد كده يبدأ يشتغل على كدافر أو على heads كحاجة simulation للشغل الطبيعي، وبعد كده المرحلة الثانية إن هو يشتغل by hand بس طبعا under supervision. فالمضاعفات اللي ممكن تحصل وارد حدوثها بس بنسب بسيطة جدا، إن احنا أثناء الجيوب الأنفية بيكون قريبين جدا من العين وفي نفس الوقت قريبين من المخ، فمعظم المضاعفات اللي بتحصل مع يحصل مشكلة إن المنظار أو الآلات تدخل داخل العين، قد تؤثر على حركة العين، قد تؤدي إلى حدوث تجمع دموي في العين أو حدوث تأثير على النظر، على حدة النظر، أو لا قدر الله فقدان تام للبصر في بعض الأحيان لو العصب البصري تأثر. بالنسبة للمخ ممكن لو المنظار أو الآلات دخلت إلى المخ ممكن يحصل تسرب للسائل المخاعي من المخ أو يحصل نزيف في المخ لا قدر الله. مضاعفات كثيرة بس يمكن تجنبها بتريننج كتير، ان نشتغل الجراحات دي بس يكون حد مدرب جيدا على في هذا المجال، وان هو يستخدم التقنية الحديثة اللي هي مينلي بالنسبة لنا دلوقتي اللي هي النافيجيشن سيستم هو نفس فكرة النافيجيشن اللي بنستخدمه في العربية بس بقى قدامنا في أوضة العمليات، بحيث ان احنا شغالين نبقى عارفين بالظبط ونشاور بالآلة نعرف مكاننا فين في الجيوب الأنفية. أول ما تبقى جنب العين بيبقى قدامك على السكرين ان انت قريب من العين، جنب المخ فبيبقى بيمهد لك الطريق، بيوري لك الطريق اثناء العمليه. طبعا ده تقنيه حديثه مكلفه بس بتوفر اعلى درجه من الامان بالنسبه للمريض. اوكي، شكرا جدا لحضرتك.